دلوقتي خليني اطبق بقى الطريقة ديت على المثال بتاعنا ده. ادي عندي هنا كاميرا A، ماشي، B، C. المنبر ده فيه هنا حمل في النص 100 كيلو نيوتن، وعندي هنا حمل منتظم 50 كيلو نيوتن على المتر، وعندي هنا ستيفنس 2i، وعندي هنا ستيفنس 3r، وعندي هنا طول هنا 2.5 وهنا 2.5، وعندي الطول هنا 6 متر. يعني ده معناه ان الطول الاجمالي ده ايه؟ هنا 5 متر. خلينا نشوف بقى المسألة تتحل ازاي. ماشي، اول حاجة هنيجي نشوف الديستريبيوشن فاكتور. يعني ايه الديستريبيوشن فاكتور؟ يعني زي ما قلنا ان كل ممبر لما في الجوينت بياخد مومنت يساوي بيتناسب مع الستيفنس بتاعته. الممبر الستيفنس بتاعته كبيره بياخد مومنت كبير، الممبر الستيفنس بتاعته اقل بياخد مومنت اقل. طب نحول الكلام ده لارقام ازاي؟ هنجيبها بقى بالنسبه للتناسب. ده ستيفنس كبيره على يعني لو مثلا ارقام كده، مثلا ممبر الستيفنس بتاعته 6 ومعاه ممبر تاني في نفس الجوينت ممبر تاني 4، واحد الستيفنس بتاعته 6 والتاني 4، مجموع الستيفنس بتاعت الاثنين ممبر كام؟ 6 + 4 = 10. طيب ده المفروض بياخد مومنت قد ايه؟ الممبر اللي هو الستيفنس بتاعته 6 ياخد كام؟ المفروض 6 × 10، يبقى هو ياخد 60% من المومنت. الثاني الممبر الثاني اللي الستيفنس بتاعته 4 ياخد قيمه قد ايه؟ 4 × 10 اللي هي مجموع 6 + 4، فده معناه ان هو ياخد 40% من المومنت. يعني لو في 100 كيلو نيوتن يبقى الممبر اللي الستيفنس بتاعته 6 ياخد 60، والممبر اللي الستيفنس بتاعته 4 ياخد 40. تمام، ده اللي انا هبدا اعمله. همسك كل جوينت واشوف الممبرز المتصله بيها وابدا اشوف كل ممبر هياخد قد ايه الديستريبيوشن فاكتور، هياخد قيمه قد ايه من المومنت. طيب خلينا نبدا ايه بالممبر ايه. اسف، نبدا بجوينت ايه. بأول حاجة نقول إيه؟ كالكيوليت ديستريبيوشن فاكتور. ماشي، أول حاجة for joint A. طيب انا عندي هنا joint A، joint A هنا مش متصلة باتنين ممبر، هي متصلة بممبر واحد. يعني مش زي B، B في ممبر على اليمين BC وفي ممبر BA. طيب بالنسبة لA،
ايه دلوقتي في منبر على اليمين، بس الناحية دي في فيكسد، في فيكسد ايه سبورت. نتعامل مع فيكسد سبورت ازاي؟ هنيجي ناخد هنيجي نقول ان خلينا نمسح كده، ادي هنا A وادي هنا A B ماشي. انا هنا بعمل الحركه دي ليه؟ عشان تبقوا عارفين ايه ان A B منبر rigid rigid يعني هو fixed and A and rigid at B. ده التوصيف الصحيح بتاعه، لان اوقات لان لقيت بعض الاخطاء ناس تقول لك لا اصل هو عشان هو عنده هنا hinged support يبقى ده معناه انه rigid بين. لا طبعا، انت عندك المنبر هنا مكمل، في مومنت هنا يمين البي ومومنت شمال البي، المفروض مجموعهم يبقى ايه بصفر، لان هو دايما بيبقى في اتزان. فانت خد بالك انت المنبر هنا هو بعد بي مقاطع هنا، ده معناه ان هو ريجيد، ده معناه ان اي بي هنا ريجيد 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 ماشي. طيب الاي ديت بقى ايه امثلها ازاي؟ اللي هو انا عندي المنبر اي بي دلوقتي اللي هو على اليمين ماشي. طيب اللي هو على الشمال بقى نعمل فيه ايه؟ نقول لك انت ممكن انت تحوله لمنبر مكافئ. مثلا هنا هنا ايه؟ اعمل منبر مكافئ ايه داش ماشي؟ وهنا بي الايه ده قصته ايه بقى؟ مش النقطه دي فيكسد؟ النقطه دي فيكسد. افترض ان الاي هنا الاي بتاعتي هنا 2 ار. طيب اقدر هنا افترض ان هنا ايه داش عباره عن منبر الاي بتاعته ما لا نهايه. تمام. السؤال الجواب ايوه، لان هي النقطه دي فيكسد، فانا اقدر امثلها بان انه منبر، ان هنا في هنا منبر الاستيفنس بتاعته ما لا نهائيه، يبقى ده معناه ان هي بتمثل حاله الفيكسد. تمام. اي باي طول لي؟ يبقى انا عندي هنا الكي A داش هتساوي ما لا نهاية، وعندي الكي A B هتساوي ايه؟ 2 I ماشي. اسف 2 اي اي، ما هي الاي اي على ال ال هنا بكام؟ هنا بخمسة. ماشي. هنا طبعا ما لا نهاية على أي رقم اللي هي يعني بفرض إن هو بأي طول، مش هي يعني مش هنفترض طبعا طول ما لا نهاية، ولا هنفترض إن الطول بتاعه بصفر، أي طول متر 2 متر أي حاجة، لكن ما يبقاش صفر وما يبقاش ما لا نهايه عشان ما نخشش في حاجات قيم ايماجينال. فهنقول ان هو بطول معين لكن الستيفنس بتاعته ما لا نهايه، متر مثلا او متر. فما لا نهايه على متر هيديني ايه؟ ما لا نهايه. اما بالنسبه للكي اي بي هتبقى ايه؟ 2 اي على 5 اللي هي هتساوي 4 من 10 اي. طيب يبقى سيجما الكي اللي هي التوتال ستيفنس هتساوي كي داش كي كي اي
كي اي اي داش زائد كي اي بي اللي هي تساوي ما لا نهاية زائد 4/10 ال. وانتوا عارفين ما لا نهاية زائد اي رقم محدد يبقى ايه؟ هيديني ايه؟ ما لا نهاية. ده معناه ان الديستريبيوشن فاكتور فور اي اي داش هيساوي ما لا نهاية على ما لا نهاية هيساوي 1. يبقى دي ممكن نسميها ايه؟ الديستريبيوشن فاكتور اي اي داش هيساوي 1. اما هنا الديستريبيوشن فاكتور 4 اي بي هيساوي 4/10 ال على ما لا نهاية هيساوي 0. يبقى الديستريبيوشن فاكتور ل A B هيساوي 0. على في تشيك دايما بتأكد منه ان مجموع الديستريبيوشن فاكتور لازم يساوي 1. يبقى اللي هو يبقى دي 1+0 هيساوي 1. يبقى ده معناه ايه؟ ان التشيك بتاعي اوكي. تمام. نيجي بقى على الحالة التانية. at joint b ادي b في عندي هنا a في عندي هنا a c ماشي هنا 2i وهنا ايه 3i ماشي. يبقى ك ب اي هيساوي اللي هي قلنا الايه الاي اي على ال اللي هي بتساوي 2i على 5 على اساس ان دي 5. الطول ده كام؟ الطول ده 6. يبقى دي هتساوي 4/10 ال. طيب انا عندي كي بي سي هنا ايه؟ ريجيد ريجيد بين ماشي. يبقى ك بي سي هتساوي ايه؟ زي ما قلنا في من شويه قلنا انها 3/4 3/4 من ستيفنس على ممبر ريجيد ريجيد. وعلشان كده خلينا نرجع تلاقونا ايه ما اشتغلناش. المفروض ان في الستيفنس بنقول ايه 4 اي اي على ال ماشي و3 اي اي على ال. لكن احنا للتسهيل بالتسهيل مش هنعمل كده. هنقول لو هو ممبر ريجيد ريجيد الاي اي على ال على طول، ولو ريجيد بين 3/4 اي اي على ال.
فبدل ما اجي على المنبر الريجيد واقول المنبر الريجيد يبقى 4 اي اي على ال والريجيد بين 3 اي اي على ال، لا انا هقسم كله على 4، فهقول لما يبقى منبر ريجيد ريجيد تبقى اي اي على ال، لما يبقى منبر ريجيد بين 3 على 4 اي اي على ال. ماشي؟ عشان نبقى عارفين نفتكر في السلوب ديفليكشن اهو، في السلوب ديفليكشن كنا بنقول ايه 4 اي اي على ال لما تبقى ايه ريجيد 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 ريجيد، و 3 اي اي على ال اللي هي تبقى ايه لما تبقى ريجيد بين. ماشي؟ اما في المومنت ديستريبيوشن، المومنت ديستريبيوشن فانا قيمة الاستيفنس الحقيقية لازم تعرف قيمة الاستيفنس الحقيقية هي 4 اي اي على ال و 3 اي اي على ال، بس انا علشان بوزع نسبي ما بين الممبرز بوزع نسبي ما بين الممبرز، يعني عندي في ممبر 4 اي اي على ال والممبر الثاني مثلا عشان هو ريجيد بين 3 اي اي على ال، ما انا ممكن اقول هجمعهم ويبقى المجموع 7 اي اي على ال، بس الرقم هيبقى صعب. يبقى من الاسهل ان انا اقول لان انا بوزع نسبي، يعني الارقام ديت بتتوزع على بعضها نسبيا لان انا في الاخر بقسم على ستيفنس، او ما اقول ايه ان انا بستخدم للتسهيل الاي اي على ال في المومنت ديستريبيوشن بستخدم ايه تبقى ريجيد ريجيد و 3 على 4 اي اي على ال لما تبقى ريجيد بين. وخدوا بالكم ان ده مش معناه ان دي الاستيفنس الحقيقيه، لكن دي بنستخدمها يوزد ان كالكوليتنج الديستريبيوشن فاكتور. ماشي؟ اللي هي الكي على السيجما ايه كي. ماشي؟ فللتسهيل بدل ما اقول 4 اي اي على ال زائد 3 اي اي على ال اساسا هنا في ممبر ريجيد ريجيد وهنا ممبر ريجيد بين، لا بقول اي اي على ال لما يبقى ريجيد ريجيد وثلاث ارباع اي اي على ال لما يبقى ريجيد بين، وده اللي حصل هنا. اي اي على ال تبقى 2 اي على 5 تبقى 4 من 10، اما في الحاله هنا الريجيد بين تبقى 3 على 4. وناخد بالنا ونأكد تاني ديت مش قيم بتدي الاستيفنس الحقيقيه، ديت بتدي ستيفنس بستخدمها في الديستريبيوشن فاكتور، بتستخدم في الديستريبيوشن فاكتور. لكن قيمه الاستيفنس الحقيقيه هي 4 اي اي على ال و 3 اي اي على ال، لكن انا بستخدم التسهيل ده علشان انا بحسب الايه الديستريبيوشن فاكتور. يبقى 3 على 4 اي اي على ال ماشي، اللي هي 3 على 4 الاي بتاعتي هنا بكام؟ 3 اي، وهنا ال بتاعتي بكام؟ هنا ب6 مظبوط. يبقى 3 ارباع في نص يعني 375 من 1000 اي. ماشي؟ معلش هنا 2 اي على ال يبقى 4 من 10 ايه؟ اي 4 من 10 اي، وهنا 375 من 1000 اي. يبقى سيجما كي هتساوي 4 من 10 اي زائد 375 من 1000 اي هتساوي 775 من 1000 اي. ماشي؟ يبقى عندي هنا الديستريبيوشن فاكتور
ل في اي هيساوي 4/10 باي على 575,000 باي. يبقى الديستريبيوشن فاكتور هنا هيطلع ب52%. وهنا يبقى الديستريبيوشن فاكتور البي سي هيساوي 375,000 على من اي على 775,000 اي. هيطلع المجموع 48%. يبقى هنا التشيك بتاعي مجموع الديستريبيوشن فاكتور المفروض يساوي 0. يبقى انا عندي هنا في الجزء الديستريبيوشن فاكتور للبي اي 52%، والتاني 48% يساوي 1. يبقى هنا عندي ماشي كده انا انتهيت من الجوينت بي. نيجي بقى لاخر حاجة عندي اللي هي الجوينت سي. ماشي، هنا الوضع عندي هنا هيبقى ادي هنا هنج، وهنا في هنا جزء هنا ريجيد، وده كان الجزء بي، وده كان الجزء سي، وهنا كان 3 اي، والطول هنا كان 6 متر. ماشي، طيب بالنسبه للجزء الهنج، اذا لو ما انا جيت على الجزء الفيكسد قلت انا هستبدله بمنبر، يعني همثله بمنبر وطول مثلا متر ولا حاجه، والستيفنس بتاعته ما لا نهايه، فتبقى الاي على الال بما لا نهايه فتمثل الفيكسد سبورت. طيب بالنسبه للهنج سبورت، انا عندي دلوقتي اي وهنا ال، يبقى ساعتها هنا اي همثلها بايه؟ لو كانت في حاله الفيكسد كانت ما لا نهايه. طب لما تبقى حاله الهنج يبقى الاي هنا بتاعتي بصفر، الاي بصفر، فالكي بتبقى بصفر، فده معناه ان المنبر بيحصل عنده روتيشن، لان مفيش ستيفنس، مفيش حاجه بتمنع دوران النقطه دي، هي نقطه هنج بيحصل فيها دوران، وبالتالي طبعا هو بيبقى محكوم بقى على اساس ان هو ممكن يبقى عشان هو مرتبط بالجزء السي بي ان هنا في كاميرا الناحيه الثانيه، لكن بصرف النظر النقطه ديت هنا لو هنا السي داش هقدر اقول هنا ان الاي بتاعتي تساوي 0. ماشي، يبقى ده معناه ان الكي سي داش هتساوي زيرو. عندي الكي سي بي هتساوي 3/4 اللي هي اي على ال اللي هي 3/4 3 اي على 6 اللي هي كنا جبناها المرة اللي فاتت 375,000 اي. سيجما كي هتساوي 0 زائد 375,000 اي هيساوي 375,000 اي. يبقى الديستريبيوشن فاكتور للسي سي داش هيساوي 0 على 375,000 هيساوي صفر. والديستريبيوشن فاكتور للسي بي
اللي هو هيبقى 375 من ألف أي على 375 من ألف أي فيساوي 1. ماشي؟ المفروض مجموع distribution factor اللي هو هيساوي 0 زائد 1 هيساوي 1. المفروض ان هو ايه؟ المفروض ان هو يساوي 1، يبقى ده معناه ان الحسابات بتاعتي مظبوطه. طيب انا هبدا اجيب المومنت. هنيجي نعمل زي حاله الحاله اللي هي في السلوب ديفليكشن ميثود، لما مسكنا القمر بتاعنا وقسمناه. هنيجي نعمل كده، ادي عندنا القمر هنا ايه، وعندي هنا ايه كده، هنا ايه وهنا بي وهنا سي، وهنا بي وهنا ايه سي. ونيجي هنا واحد يقول لي اه يا دكتور الجزء ده ايه؟ هنج. مظبوط. ماشي، الجزء ده المفروض يكون ايه؟ هنج. طيب انتوا فاكرين في السلوب ديفليكشن ميثود كنا حلينا في الاول استخدام الريجيد ريجيد، وبعدين سهلنا الحساب باستخدام الريجيد بن؟ هنعمل نفس الوضع هنا. يبقى احنا هنيجي في الاول هنحل وكانه ريجيد ريجيد، وبعد كده زي ما احنا استخدمنا الريجيد بن فورميولا علشان نسهل الحل، هنوريكم ازاي هنقدر نعمل ده هنا برضو في الطريقه ديت، لكن في المحاضره الجايه. انا عندي هنا 100 كيلو نيوتن، وعندي هنا 2.5 و2.5، وعندي هنا كان في حمل منتظم اللي هو 50 كيلو نيوتن على المتر، وكان هنا الطول ايه 6. فيبقى عندي هنا ام اي بي وهنا ام بي اي وهنا الام بي سي وهنا الام سي بي. احنا طبعا عارفين الموضوع ده من الترم اللي فات. ام اي بي حمل هنا مركز وموجود في النص، يبقى ناقص بي ال على 8 يعني ناقص 100 في 5 على 8 يساوي ناقص 62.5 كيلو نيوتن متر. الام بي اي هيساوي ايه؟ نفس القيمه لكن باشاره موجبه، فيساوي بلس 62.5 كيلو نيوتن متر. ماشي، معلش. طيب الام بي سي ده حمل منتظم، الكاميرا ريجيد ريجيد هنا، ناقص دبليو ال سكوير على 12 اللي هي تساوي ناقص دبليو 50 في ال سكوير اللي هي 6 تربيع ناقص 50 6 تربيع على 12 اللي هي ناقص 150 كيلو نيوتن متر. ويبقى ال ام سي بي اللي هي تساوي دبليو ال سكوير على 12 اللي هي على طول هتساوي ايه؟ 150 كيلو نيوتن. يبقى انا كده انتهيت من الايه؟ ال fixed end moment. يبقى هنا
62.5 وهنا 62.5 ماشي، وهنا 150 وهنا 150. طبعا انا كاتبها بالقيم الموجبه لانها مربوطه هنا بالايه، ماشي، مربوطه هنا باتجاه السهم، فهي هنا 62.5 وكده السهم هنا عكس عقارب الساعه، وهنا بالموجب تالي السهم هنا فيكسد اند مومنت مع عقارب الساعه. نيجي بعد كده للخطوه الجايه. الخطوة الجاية هنيجي بقى عند الجويت، هتبقى يعني قريبة زي الستوب ديفليكشن كده بنفس المبدأ. أنا هنا عندي كل جوينت من دول هتبقى إيه، هيحصل لها ريليز، ولما ونجمعها تاني مع بعض، فلما نجمعهم تاني هنلاقي هنا الوضع بقى كالتالي. هنا كانت نقطة هنا وادي نقطة هنا، بقى هنا في 150 وهنا 62.5. أما بالنسبة للنقطة ديت هنا عندي بلس 62.5 ماشي ناقص 150 هيساوي كام؟ ناقص 78.5. يبقى هنخليها كده 78.5، ويبقى ساعتها اتجاه السهم ايه؟ عكس عقارب الساعة، ماشي؟ فانا بدل ما اكتبه ناقص 8 7 ناقص 87.5 هكتبه نص 87.5 واحط السهم انه عكس اقارب الساعه، ماشي. يبقى الخطوه ديت انا عملت فيها ايه، كل جوينت ريليز انتر، وعندي هنا نقطه بي لما اعمل لها ريليز هيبقى في عندها عدم اتزان، لان في عندي مومنت في اليمين مش زي المومنت في الشمال. المفروض ان انا سيجما ام بتساوي صفر، تعرفين ان هي المفروض في النهايه، المفروض مثلا لو في مومنت كده يعني هنا مثلا هنا كده المفروض يبقى في حمل كده، وبعد كده حمل ايه منتظم. المفروض القيمه هنا تكون واحده في اليمين وفي الشمال. انا دلوقتي هنا ما عنديش الاتزان ده، المجموع بتاع المومنت اللي هنا والمومنت اللي هنا مجموعهم هنا المفروض لما تبقى الكاميرا متزنة المجموع يساوي صفر، هنا المجموع بتاعهم لا يساوي الصفر، ويبقى الـ unbalanced moment at b هيساوي ناقص 87.5 كيلو نيوتن متر. ويبقى انا كده المفروض ان انا ابدا بقى اوزع المومنت ده على الممبر بي اي وبي سي بنسب الديستريبيوشن فاكتور بتاعتهم علشان يرجع الاتزان تاني. طيب هنيجي بقى هنا نمسح بقى الجزء ده كده، ماشي. هنيجي هنا نيجي نعمل الاتزان. هنيجي نعمل الاتزان ازاي؟ ان انا هأثر بعزم معاكس، بلاش كده، ادي هنا ادي هنا، في هنا A وفي هنا B
في هنا سي. هنا علشان اعمل الاتزان اللي هو البالانس هبدا احط مومنت بنفس القيمه باشاره معاكسه، فيبقى هنا 62.5 باشاره معاكسه، هنا هيبقى 87.5، وهنا هيبقى 150 في اتجاه ايه؟ معاكس. تمام؟ طيب المفروض بقى ان ده ان المومنت المعاكس ده هيتوزع على اساس الايه؟ نسب الاستيفنس. طب النسب بتاعتي كانت كام؟ احنا فاكرين في الجزء هنا الجزء الفيكسد هنا، وانا في الجزء الفيكسد هيبقى النسبة هنا ايه؟ بواحد. والجزء اللي هنا خلينا نعمل كده، خلينا نغير القلم. ماشي، نغير اللون. ونحط هنا نسب الديستريبيوشن فاكتور. احنا قلنا الجزء هنا الجزء الفيكسد، فقلنا على طول الجزء هنا الفيكسد هنا ده هنا هو واحد، والجزء هنا ايه؟ بصفر. ماشي، وهنا في الجزء الهنجد كان هنا بصفر، وهنا كان ايه؟ بواحد. وفي الجزء اللي في النص هنا الناحية دي كانت 52%، وفي الجزء ده كان 48%. نرجع تاني نشوف. عند الديستريبيوشن فاكتور عند ال A داش بواحد اهو، و A B كان بزير، بي اي 52%، وبي سي 48%. ماشي، سي سي داش بزيرو، وسي بي بواحد. واحد وزيرو، 52%، 48%، وهنا واحد، وعند الطرف الهنج بزيرو. طيب المومنت ده بقى هبدا اوزعه عليهم، يبقى ده معناه ان هنا ال 62 في 1 يبقى هنا ايه؟ 62 في 1 يبقى هنا 62.5. طيب ال 87.5 تتوزع ازاي؟ هنا هتضرب في 52%، فتبقى هنا 45.5، وهنا تبقى 42، على أساس إن هي ديت هي إيه؟ 87.5 في 0.5. وأما هنا القيمة هنا اللي هي 87.5 في 0.4. أما هنا هنا القيمة هنا كده، هنا القيمة بصفر، هنا 150 في 1 فهنا هتبقى 150، وهنا 150 في 0 هتبقى هنا إيه؟ بصفر. طيب أبدأ أحط هنا القيم، ما دام أنا حطيت هنا قيم بدون إشارة، مش معايا إشارات الأسهم، فأنا هبدأ إيه؟ أحط إشارات الأسهم هنا معايا. هنا الدوران عكس عقارب الساعة، فيبقى هنا بالسالب. هنا الدوران هنا مع عقارب الساعة فهيبقى موجب، وهنا موجب. هنا الدوران هنا مع عقارب الساعة فتبقى القيمة هنا ايه؟ موجب. ماشي،
فيبقى هنا الشكل ده هو الديستريبيوتد مومنت. نيجي بقى يا جماعة ناخد الخطوات ديت نحطها في جدول علشان نسهل على نفسنا. ادي الجدول بتاعنا. هنيجي هنا نحط هنا على راس المسألة. المسألة بتاعتنا كانت هنا ايه؟ بي سي. تمام؟ وكان فينا عندي هنا حمل مركز وكان عندي هنا حمل ايه؟ منتظم. تمام؟ على ما اتذكر كان هنا 2 اي وكان هنا 3 اي وكان هنا 100 كيلو نيوتن وهنا كان 50 كيلو نيوتن على المتر الطولي. الطول هنا كان 6 كان هنا 5 وفي الطول الجزء ده كان كام؟ كان 6. هبدأ أعمل الجدول بتاعي ده. أول حاجة أحط الجوينتس اللي عندي، عندي A وعندي B وعندي C. تمام؟ A وB وC. أدي جوينت A وأدي جوينت B وأدي جوينت C. السطر اللي بعده بحط كل منبر متصل بالجوينت اللي عندي. عندي جوينت A مرتبط بها المنبر AB. ماشي؟ عند الجوينت B عندي BA وعندي بي سي. ادي بي اي وادي بي سي. الجوينت سي عندها ايه؟ ممبر سي بي. طيب هنيجي بعد كده نحط الديستريبيوشن فاكتور. انتوا فاكرين الديستريبيوشن فاكتور بتاعنا؟ كنا قلنا اي داش كان بواحد وكان اي بي بصفر وكان بي اي 52 من 100 وكان عندي بي سي 48 من 100 وكان عندي سي بي كان بواحد وكان عندي سي سي داش بزيرو. نرجع اهو نفتكر مع بعض اهو. هنا كان بواحد، AB كان بزيرو، BA كان ب52 من 100، BC 48 من 100، CB كان الديستريبيوشن فاكتور بتاعها بواحد، وCC داش الديستريبيوشن فاكتور بتاعها بزيرو. أنا مش هحط عندي A داش ولا CC داش، أنا هحط عندي AB وعندي احط سي بي. تمام؟ نيجي بعد كده انا بنصح دايما ان احنا نستخدم القيم اللي هي ديستريبيوشن فاكتور دايما تبقى بلون مختلف عن بقيه الالوان اللي انا هحل بيها المساله. ليه؟ لان انا بعد كده هعمل تجميع، فعلشان اتلافى ان انا التجميع بتاعي يبقى بدخل فيه الديستريبيوشن فاكتور بالغلط، فانا دايما اعمل الديستريبيوشن فاكتور بلون مختلف. ماشي؟ وبعدين ابدا احط الفيكسد اند مومنت. يعني خلينا نشوف الفيكسد اند مومنت كنا جايبينه كام. كان هنا اهو ناقص 62.5 اي بي، بي اي 62.5، بي سي ناقص 150 وسي بي 150. هنحط الحاجات دي في الجدول بتاعنا. يبقى ال A B كانت ناقص 62.5، ال B A كان بلس 62.5، ال B C كان ناقص 150 وال C B كان بلس 150. تمام؟ طيب ادينا ايه؟ حطيت الفيكسد اند مومنت. خلينا نرجع. يبقى ادي الديستريبيوشن فاكتور اهوت وتحتيه الفيكسد اند مومنت.
بعد كده بقى هنحط الخطوة اللي عملناها من شوية، البالانس. البالانس ان احنا حطينا، احنا هنا جمعنا وحطينا مومنت معاكس. خلينا نوريكم هنا عملناها ازاي. بقى احنا هنا نقدر نبينها هنا 2 زائد 62.5 ناقص 150 هيديني ناقص 87.5، مظبوط؟ اهو هنجمعهم مع بعض. ناقص 150 زائد 62.5 مجموعهم هنا هيدي ناقص 87.5. اعكس الاشارة، اعكس الاشارة تبقى بلس 87.5، وبعد كده اضربها في الديستريبيوشن فاكتور. يبقى هنا المجموع هنا كان، يبقى ايه؟ ناقص 87.5. يبقى هنا ناقص ايه المجموع بتاعها؟ المجموع هنا كان ناقص 7، المجموع ناقص 87.5. في البالانس هحط ايه؟ هعكس الاشاره، يبقى 87.5. وبعد كده اضربها في الفاكتور، 87.5 في الفاكتور هنا 52% ادتني بلس 45.5. هنا 87.5 في 48% هيديني الايه؟ بلس 42. ده اللي ايه؟ ده اللي حصل معانا هنا. يبقى احنا الحاجات ديت بقى دلوقتي احنا سهلنا الموضوع على بعض وحطيناه ايه في جدول. ادي ناقص 87.5، وبعد كده كانت عكس عقارب الساعه، وبعد كده نيجي نعكس الاشاره في البالانس ونضرب في الديستريبيوشن فاكتور. نيجي بعد كده نكمل بقى ايه النقط التانية. هنا كان في عندي 62.5، ماشي؟ هنا مضروبة بزيرو، صح؟ فانا مفيش حاجة موجودة عندي في اي بي، يعني ما عنديش انا حاجة موجودة في اي بي. اللي موجود في اي داش، فده معناه ان انا هنا في البالانس ما عنديش حاجة. وادي هنا اهو هتبان هنا ناقص 62.5، هعكس الإشارة بلس 62.5، أضربها في زيرو هتديني هنا زيرو، ماشي؟ طيب هنا عند السي، المجموع هنا عند السي كام؟ زائد 150، أجي أعكس الإشارة تبقى ناقص 150، أضربها في واحد تبقى ناقص 150. يبقى البالانس اللي انا بعمله في ايه ببساطه؟ باخد عند كل جوينت بجمع العزوم اللي عندها، والمجموع اغير اشارته علشان البالانس، واضربه في الديستريبيوشن فاكتور. فانا عندي هنا مجموع عند الاي ناقص 62.5، اغير اشاره يبقى بلس 62.5، في زيرو تبقى بزيرو. هنا 62.5 ناقص 550 يبقى ناقص 87.5، اغير الاشاره تبقى بلس 87.5، اضربها في الفاكتور يبقى هنا ينضرب هنا في 52% وينضرب هنا في 48%، يطلع الناتج هنا. عندي مجموع العزوم عند السي 150، اغير الاشاره تبقى سالب 150، اضربها في واحد تبقى سالب 150. يبقى احنا كده هنا عملنا اللي كان اللي هو ايه اللي موجود في الخطوات في الجرافيكس، هنا حولناه للتيبل. ادي هنا 0 45.5 42 ناقص 150، ماشي؟ هنيجي بعد كده هنعمل حركه اسمها المقص. يعني ايه بقى المقاس؟ انت عندك هنا في النقط ديت عندك في بي اي وعندك اي بي وعندك بي سي وعندك سي بي. خلينا نبدا بنقطه اللي هي ما بين بي اي و اي بي. دلوقتي انت
لما خليت النقطة اللي عند ايه اللي هي قصرت بيها ب 45.5، ماشي، اللي هي بي ايه، انت قصرت هنا بمومنت ب 45.5، مظبوط. ما دام قصرت بمومنت هنا فبيروح كاري اوفر مومنت الناحيه الثانيه، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. اللي هو لما بقصر بمومنت في النقطه، بقصر بمومنت في نقطه اللي هو البالانس، قصرت بمومنت اللي هو 45.5، فالمفروض بيروح نصه اللي هو الكاري اوفر مومنت في الناحيه الثانيه. فانا عندي هنا عند بي اي كان في 5 بلس 45.5، هتروح نصها لي اي بي، فيبقى نص 45.5 تبقى 22.75%. طيب انا عندي، طب بالنسبه لاي اي بي، هل في عندي مومنت تتحط في البالانس؟ لا، يبقى عشان كده ما فيش حاجه ايه هتروح هنا، ما فيش حاجه هتروح هنا، المفروض هنا في، بس كده كده ما فيش حاجه هنا، ما فيش اي حاجه رايحه هنا، نقيم هنا بصفر. طيب هاجي بقى عند النقطه دي عند السي، السي دلوقتي انا قصرت عليها بناقص 150 مومنت هنا، هيقوم يروح كاري اوفر بنص القيمه ناحيه للجزء بتاع بي، يبقى سي بي اللي هي ناقص 150 هتودي هنا كاري اوفر مومنت ناقص 75، تمام. طيب نيجي بقى عند النقطه بي، بي سي، يبقى احنا شايفين هنا ان انا ايه، ان انا دايما ما بين الجوينتس بيبقى فيه ايه كاري اوفر. طيب انا عندي دلوقتي في مومنت عند البي اهو اللي هو عند البي سي، عند البي سي قصرت بمومنت، المفروض يروح كاري اوفر الناحيه الثانيه اللي عند السي بي بنص القيمه، ده المفروض. لكن خد بالك ان النقطه سي هنجت، بينما نقطة ايه فيكسد. طيب هل انت هتبعت كاري اوفر للنقطة الهنج؟ لا، انت ما بتبعتش اصلا، لانها اصلا نقطة هنج، مش هيروح لها اصلا مومنت، وبالتالي تاخد بالك ان انت هنا مفيش كاري اوفر، مفيش كاري اوفر هنا. ليه مفيش؟ مفيش لان النقطة سي هنج، فانت خد بالك ان النقطة سي ان هي، لان نقطة الهنج ما بيروح لهاش كاري اوفر، تمام. فيبقى هنا نتكلم باختصار، النقطة هنا نقطة ايه مثلا، هنا ايه، هنا ما فيش، في هنا بزيرو، فما فيش حاجة هتروح ناحية ايه بي، عند الجوينت بي، بي ايه عملت عندها في بالانس، فهيروح عند نص القيمة للكاميرا اي بي، ماشي. ودايما خد بالك انت ايه، انت حاطط هنا فاصل ما بين الجوينت، فدايما هتلاقي المقصات مفروض تكون ايه ما بين الجوينت. ونفس الوضع بالنسبة لسي بي، انت قصرت المومنت عند السي هيروح نصه يعني عند السي بي، فيروح نصه عند البي سي. لكن لما اثر بمومنت عند البي سي هل هيروح نصه عند السي بي؟ لا، لانها نقطه ايه هنج. يبقى انا كده ده اللي هو الايه الكاري اوفر مومنت، ماشي. طيب انا دلوقتي عندي بعد عملت الكاري اوفر، يبقى انا كده حطيت فيكسد اند مومنت، عملت بالانس، نتيجة البالانس اللي انا عملته ينتج عنه كاري اوفر بنص القيمة، واديني حطيته. طيب ارجع بقى هنا، يا ترى المجموع عندي هنا، ادي هنا الجوينت بي، المفروض مجموع المومنت يبقى بصفر،
هل هو دلوقتي مجموع المومنت عند البي بصفر؟ لا لسه مش بصفر. يبقى انا عندي هنا مشكله، يبقى انا عندي المشكله لسه موجوده هنا، زي ما هي موجوده هنا موجوده عندي هنا برضه. وبالتالي هلاقي نفسي محتاج ان انا اعمل دوره ثانيه. الجوينت عندي بي اوت اوف بالانس، وبالتالي هنضطر ان احنا نيجي نلم الخطوات دي تاني. ناخد المجموع عند بي، ادي جوينت بي اهي، مجموع ناقص 75 وهنا صفر، يبقى هنا ناقص ايه؟ يبقى السبمشن هنا ايه؟ ناقص 75. طيب في البالانس قوم اعكس الاشاره، 75 صح؟ هتدي هنا ايه؟ 75 في 52 من 100 هتدي هنا 39. 75 في 48 من 100 هتدي هنا ايه؟ 36. تمام؟ طيب هنيجي هنا بدام عملت بالانس اقوم اعمل دورة ايه؟ كاريو. 39 اودي نصها هنا بنفس الاشارة، يبقى المجموع هنا بلس 19 ونص. طيب عندي هنا ال 36 هل هتودي هناك تاني؟ لا، علشان النقطة دي هنجد. طيب هل في حاجة من هنا هتروح لهنا؟ لا، هو المفروض تبقى كده، يعني المفروض الاسهم تبقى كده، بس طبعا ما فيش حاجة هنا، من هنا هنا بزيرو، وهنا ما فيش حاجة هتروح من هنا فهتبقى بزيرو. ماشي؟ وما فيش حاجة هتروح هنا عشان النقطة دي هنجد. طيب نيجي دلوقتي عند النقطة B، مجموع العزوم عند B يساوي صفر، هل هو متحقق عندي؟ اه متحقق. يبقى انا كده خلاص انتهيت ومش محتاج ان انا اعمل دورة بالانس تاني. اجي بقى في النهاية اقوم اجمع ناقص 62 ونص، زائد 22 75 من 100 زائد 19 ونص، هيدي مجموع ناقص 20 وربع. اخد هنا اجمع هنا 62 ونص زائد 45 ونص زائد 39 هيديني 147. هندي هنا ناقص 150 زائد 42 ونص ناقص 75 زائد 36، دي المجموع ايه؟ ده وده 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 مجموعهم، المفروض هيبقى تلاقي مجموع ناقص 147. اجمع هنا اهو 147 زائد ناقص 147، المجموع بصفر، ده معناه ان الحسابات بتاعتي مظبوطه. هنا هنيجي هنا 150، نيجي بقى بالنسبه للجوينت سي، 150 زائد ناقص 150 يبقى المجموع هنا ايه؟ صفر. تمام؟ يبقى انا هنا في المساله بتاعتي زي ما انا شايف المساله عندي في الهنج المجموع بصفر، ده عشان تتاكد ان حساباتك مظبوطه، مجموع المفروض العزوم عند النقطه الهنج بصفر، في النقطه عند بي المفروض مجموع العزوم يساوي صفر. يبقى انا كده ايه المساله بتاعتي بقت مظبوطه سليمة. نشوف كده ايه الحل بتاعنا. اوكي. تمام، يبقى الحل عندنا مظبوط. وفي الاخر اجي بقى طبعا احط المومنت بتاعي، هو هنا كان ناقص 2 ناقص 20 و25%، يبقى عكس عقارب الساعة. هنا 147 يبقى مع عقارب الساعة، هنا كان ناقص 147 فهيترسم عكس عقارب الساعة،
وبالتالي هيبقى المومنت بتاعي هنا 20 وربع وهنا 147، وتبقى القيمة هنا ايه عند السي بصفر. وارسم المومنت بتاعي وانزل هنا بسافلية دي ال على 4 واجي هنا في النص وانزل دبليو ال سكوير على 8. وبكده ننتهي من حل المثال للمومنت ديستريبيوشن ميثود. شكرا، واشوفكم في المرة الجاية بإذن الله.